أهلا بك وأهلا بكافة مشاهدي قناة العربية. نتواجد على متن سفينة جلالة الملك أبها، وهي آخر سفن الخاصة أو التي خصصت لعمليات الإجلاء من السودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة. على متنها 37 شخص، جنسيات متعددة، بمقدمتها الجنسية الإماراتية والقطرية وكذلك الجنسية البنغلاديشية وغيرها من الجنسيات العربية وغير العربية. نتحدث عن 37 شخص، وهي الدفعة الأخيرة من 158 شخص تم إجلاءهم من الخرطوم برا إلى بورت سودان ومن ثم بحرا إلى مدينة جدة، وتحديدا في قاعدة الملك فيصل البحرية هنا في جدة. نتحدث عن عمليات إجلاء تمت بعمليات بكل يسر وسهولة من خلال تنسيق عالي بين قطاعات حكومية عدة وبين السفارة السعودية وقوات البحرية السعودية وكذلك وزارة الخارجية السعودية. نتحدث عن 91 سعودي من ضمن 158 شخص تم إجلاهم، أكثر من 11 جنسية بأعمار مختلفة من سن 3 أشهر إلى سن 75 عام. نتحدث عن عائلات وكبار سن وكذلك شباب. نتحدث على أنه تم التعامل معهم واستقبالهم فور وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة. تم تقديم كافة الخدمات اللوجستية والصحية والإعاشية ومن ثم إنهاء كافة إجراءات السفر الخاصة بهم من قبل المديرية العامة للجوازات وكذلك الجمارك. وأخيرا تم نقلهم عبر حافلات مخصصة إلى 4 فنادق في جدة ليأخذون قسطا من الراحة وانتهاء عمليات التسكين. نتحدث على وجود تواجد أمني كبير من قبل قائد المنطقة وكذلك عدد من القطاعات الأمنية وممثلي وزارة الخارجية وأهالي من تم إجلاءهم وكذلك عدد من القناصل الخليجيين والعربيين المتواجدين في جدة الذي تم استقبال رعاياهم والتأكد من سلامتهم وصحتهم. تم تخصيص مركبات الإسعاف وطاقم الطبي للتأكد من سلامتهم فور وصولهم، ولله الحمد لم تسجل أي حالات إصابات لهم وهم يتمتعون بالصحة وعافية. إذن أنت سلطان على متن هذه السفينة الآن في قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، وبالفعل تم وصول جميع الرعايا الذين تم نقلهم عبر هذه السفينة وهم الآن في طريقهم إلى الفنادق في جدة للاستراحة ثم بعد ذلك الانطلاق منها إلى بلدانهم، أليس كذلك؟ بالفعل خصصت القوات البحرية 5 سفن، 4 منها هي خاصة بعمليات الإجلاء والخامسة كانت هي خاصة بعمليات التموين. جميعها وصلت منذ ساعات مبكرة، وهذه هي السفينة الأخيرة وهي سفينة جلالة الملك أبها، وهي السفينة الأخيرة الخاصة بعمليات النقل أو إجلاء الرعاية. نتحدث أنه 158 شخص وصلوا جميعهم إلى مدينة جدة وتحديدا في قاعدة الملك فيصل البحرية، ونتواجد الآن على متن السفينة الأخيرة الخاصة بعمليات الإجلاء. نتحدث أنه وصلت تباعا بينهما ما يقارب 45 دقيقة. عملية نقل تمت وفق تنظيم ووفق تنسيقات عالية بين الحكومة السعودية وعدد من الجهات هنالك في الخرطوم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.